يو السلام عليكم الدراري، مرحبا لكم فيديو جديد. مو في هذا الفيديو الدراري انا هضروا لكم على سونج. بالنسبه هذا الفيديو الدراري جا بعد طلب ديال بزاف الدراري، قالوا لي ميت كارت لنا فيديو على قبل لي سونج شنو هما لي سونج، يعني بزاف الناس ما عارفينش شنو هما لي سونج. اوكي انا ان شاء الله في هذا الفيديو الدراري غادي نعطيكم غير شي حوايج، المهم شي حوايج حنا غنكتشفوا مع بعضياتنا من بعد ملي غادي حنا نبداو في لي سونج. لي سونج الدراري بعدا هما هاد اللعيبه هاد الدوار اللي كتب لكم لا سونج انفيني كتكتب لك عليها بحال هكا ولا كتغطي. اوكي كتكون ديجا انت داير ليكيب ديالك، زعما اون فوا الشاف دي جروب كيدخل كتانفيتاو التيم ديالك اوتوماتيكمون، اربعة ديال الناس اللي معاك اللي انت هو الرابع كتانفيتاو اوتوماتيكمون كيديرو جوانتك كيتجوانو عليك. تجي هنا كتوريك على هاد بحال الكورة، كيعطيوك مثلا اش من مونستر بغيتي تكومبي معاه، كاين الواحد وكاين جوج اللي هما هادو هنا، كاين واحد هنا وكاين جوج هنا. مثلا اللي بغيتي انت تكومبي معاه كتمشي كتبحال مثلا بغيت نكومبي مع نيليزا غنمشي هنايا. اوكي كيف كتشوفوا كيقولوا هنايا كيعطيوكم لي مونستر اللي مع نيليزا، مثلا هنا لي مونستر مع هذا كيعطيوك هنا اللي كيت خاصك تكون داير جوني، خاصك تكون داير هاد اللي كيت اوبليجي باش انك تفيد تدخل معاه. اولا خاصك تكون قادر كاع ليكيت اللي هنايا اللي طالبين منك على حساب هاد الدونجو، وتكون داير الدونجو هاد نيت كيف كتشوف بحال مثلا دابا هنايا هذا مابقاش ندير وحش ما دايرش الديو ديال هذا. المهم ها هو البلان. بالنسبه للدراري لي سونج هما هادو، كاينين لي زيطاج كاين حتى 400 زيطاج. اوكي جو بونس كو واش كاين من نيفو 50 ولا ما عرفت نيفو 160 مناش كيبداو. المهم كل حسب النيفو ديالك على حسب لي طاج اللي كتبدا منو. حدا مثلا دابا انا اكزومبل هاد البيرسو هذا نيفو 200 كنبدا من لي طاج 200، كيف كتشوفو من لي طاج 200 حتى ل 400. كتبداو بحال هكا من لي طاج قلت لكم وقع على 50، يعني هي دونك تكون نيفو 50 من لي طاج 50 حتى ل 229 كاملين الدراري كتربحو واحد القوف اللي كيكون مبيض اللي كيكون فيه زعما داك الشيء اللي كتربح ماشي صافي يعني عادي ماشي شي حاجه. كيف كتشوفوا هنا من 230 حتى 269 كتربح واحد الكوفر ابيض، واحد الكوفر صفر هذا اللي كتربح فيه بيض، هذا كتربح كوفر صفر تيكون فيه دروب زوين يعني صافي يعني كتبدا تطلع شويه في الدروب. وكاين هذا الزرق من 270 حتى 324 يعني كل كومبا دير شي مثلا 270 طلع شي من 270 271 كوف غادي كوف 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 كل كومبا دير شي كوف. ياك كيبقى لينا من 325 حتى 399 كيعطيك واحد الكوف اللي فيه دروب زوين. اوكي ان فوق اللي طاج 400 كتعاود عاوتاني وكتبقى غادي، وهذا هو لي سونج. مون بغيتي تكمل راه كاين اللي كيكمل، بغيتي تعاود كتعاود. هي جو بونس هاد المعلومة متأكدش منها حتى غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله، هي ليسونج انفيني بليس 400 وقيلا ما كيبقاش زعما يعني ما كيبقاش الربح. وهادو هما ليسونج الدراري. ليسونج عبارة على انك كتدخل كيكون مثلا في الجروب بوس، شي مرات كطيح في دو بوس مثلا كيكونوا مع كيكون كتكون مثلا كومبا في جوج ديال لي بوس وجوج ديال لي مونستر عاديين. مثلا كاين لي ليزا ثلاثة ديال لي مونستر عاديين، هنايا كذلك مثال كاين ان بوس وثلاثة ديال لي مونستر عاديين. وفاش يكون دوبل بوس يعني كتزاد الارباح، كتربح مثلا هاد لي بوينت هادو تاعما لي بوينت هنا كيعاونوك في اللعيبات. يعني كاين بزاف لعيبات الدراري في ليسونج مازال غنعرفوهم من بعد ملي غادي ندخلو في ليسونج. وحاجه اخرى الدراري اللي هو دوفيس بونينو، غتلقاو هاد السيت هذا في الديسكريبسيون. اللي بغى يزيد يقرا يعرف كثر على ليسونج اللي مثلا عندو مع فرونسي، وتا اللي ما عندوش مع فرونسي يقدر يجي كوبي كولي اي اي راه يترجم لك كلشي بالعربيه وتفهم كلشي. المهم كيف كتشوفوا هنا تو لي كومبا سون دي كومبا كونتر 4 مونستر سيفيك دون 4 بيرسون ماكسيموم، يعني ماكسيموم ديال لي بيرسون كيكونوا هو 4 صافي. هنايا كيشرحوا لكم العيبات نو دي بلوكي لي سيكسي دي مونستر. يعني خصك شوف نصيحه
دير لو ماكسيموم ديال لي دونجون، دير لو ماكسيموم ديال لي سوكسي ديال لي دونجون، يعني حاول دير دونجون بلي سوكسي ديالو. هادشي غادي يعاونك بزاف باش انك ما تبقاش وحل. سينو لعب وان فوا توصل شي صال تقدر دوز حتى واحد مثلا يطلب واحد السوكسي سير ديرها وعاود رجع عاوتاني. هذا هو البلان علاش انا دابا الدراري ملي بادي تي هاد التيم باغي ندير بها السونج اللي عندي انا، فكرت انني تندير لي كيت تندير لي دونجون عاد باش ديك الساعه نمشي ندور لي سونج. علاش؟ باش نتهنى من القضيه ديال انني تنكون مثلا غادي في لي كومبا ويقول لي لا حقا خصك تمشي دير الكيت ونحبس ونمشي ندير كيت. هذا هو البلان. دونك انا باغي نيفيتي هاد القضيه هادي. كيف كتشوفوا هنا الدراري كيشرحوا لكم كل شيء، هاد القضية اللي قلت لكم ديال لي بوس كذا، هنايا كيفاش القضية ديال مثلا هنا كافي بوسيبل دو ريكونتر دي كومبا فيك دي دوبل بوس، كيكون داكشي كيكون امبورطون يعني كيكون بزاف د اللعيبات يعني عندك بونيس حسن. المهم كيف قلت لك كيشرحوا لكم مثلا اللعيبات بحال هكا، هنا كيقول لك مثلا متر كورباك الفيتاليتي نورمال ديالهم 3600 اي فيتاليتي بوست 12، يعني دونك الا طحتي معاك متر كوبا راه غتلقاه فيه دمو 12000. مثلا بيشون فيغ الفيتاليتي نورمال ديالو 130، تكون في استخي في المهم تكون في اماكن واقيله ولا المهم علينا، لا تكون في الفوق فوق استخي ديال البحر. يكون مثلا فيتاليتي نورمال ديالو 130 وفيتاليتي بوست ديالو كيكون هي 5500، يعني كيكون داكشي مبوستي بزاف حتى الدوماج. يعني بحال شوف دابا كيكون موسخ مثلا انت في صال 200 يعني موسخ راه كيكون هو نيفو 10 ولا نيفو الله يجعل يكون نيفو 1، راه كيكون تيولي حتى هو النيفو ديالو 200 تيتزاد ليه فيتا تيتزاد ليه الدماج يعني بزاف طايبات. اوكي هنا كيقول لك لي موديفيكاسيون الموديفيكاتور ديال دو كومبا كاينين ثلاثه، هما هادو تاهما دخلو تقراو عليهم الدراري باش تستافدو منهم صافي. وكيبقى لي ريكومبونس كيقول لكم هنا لي ريكومبونس ديالكم. المهم هادشي اللي كاين. و المهم الدراري اللي بغى يفهم كثر قلت لكم يعاود يدخل هاد السيت هذا نحط لكم ديال دوفيس بورنينو. و هادشي اللي كاين قليا نقول لكم تابونو فلاشين ديروا لايك بارطاجيو مع شرانكم ومبقيه نقول لكم تشوفوا فيديو جاي. يلا بيس عليكم.